بعد كل انتصار بيبقى فيه مسؤوليات كتيرة جدا على الأبطال، وبيبقى كل واحد في ناس مشغولة طبعا بالاحتفال، وفي ناس مشغولة بحصد وتوثيق البطولات. واحدة من الحاجات المهمة جدا هي توثيق البطولات، وتحديدا في أحيانا في الهزائم وأيضا في الانتصارات، حاجة ضرورية جدا عشان ندرس التاريخ العسكري وعشان نقيم الانتصار وحجمه. المراكز البحثية اللي بتعمل ده مش كتير، لكن احنا النهاردة فرحانين جدا في مجموعة من الشباب الوطني قرروا انهم يعملوا ده بنفسهم. صدقوا بانه الحرب دي واحدة من الحروب اللي هتكون علامة في حياة الأجيال اللي جاية، وانه عندهم مهمة انهم يوثقوا كل اللي حصل فيها. المجموعة 73 مؤرخين عملوا جهد بحثي ينفع نقول عليه توثيقي كبير جدا عشان نعرف احنا فين، وعشان أبطالنا اللي عاشوا الحرب وخدوها يكلمونا بنفسهم. الحقيقة أنا شخصيا كده وأنا بتعرف على اللي هم عملوه اللي هم قدموه هو مجهود عظيم ومؤسسي. احنا متشرفين ان معانا استاذ احمد زايد، منسق ومؤسس مجموعه 73 مؤرخين. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، اهلا بيك. كل سنه طيبين، مصر كلها بخير. احنا في ذكرى حلوه جدا، حاجه حلوه جدا حصلت لمصر اللي هو نصر اكتوبر. انا عايزه يعني قبل ما نبدا كلامنا معاك، لاننا حمسنا الناس باللي انتوا عملتوه، خلونا نشوف تقرير جميل كده من شغلكم ونرجع مره ثانيه. زي ما بدانا وكلمنا مع استاذ احمد، هو فكره التوثيق فكره بقد اهميه كلامنا النهارده عن النصر، وقد اهميه احتفالاتنا كل سنه، ويمكن يكون اكتر، لانه التوثيق حاجه موجوده على مدار الوقت، واي حد هيدور عن بطولات حرب 73 هيبقى عنده أسئلة أعتقد أنه إجابتها عندكم. أستاذ أحمد، ابتدت إزاي مجموعة 73 وإزاي عرفتوا تجمعوا المادة دي كلها؟ أولا أشكركم جدا على التقرير الجميل ده، بصراحة مؤثر، يعني خصوصا أن أحمد منسي ظهر فيه أنه صديق شخصي لينا وليا شخصيا، وكان آخر كلام بيني وبينه قبل استشهاده بخمس أيام. المجموعة ابتدت في 2008 لما اتقابلت اول مره مع سياده اللواء طيار محمد عكاش الله يرحمه. كان اول مره اقابل طيار، كنت كاتب روايه عن الطيارين، واتنشرت على احد المواقع اللي كانت موجوده قبل ما يقفل، ووصل لي واتصل بيا تعالى. فانا خلاص رايح بقى، انا ما قابلتش حد من الطيارين وكاتب روايه كبيره عن الطيارين، فقلت هتهزق بقى من اللواء عكاش. اخذني وحضنني وقال لي بص، الروايه 99% صح، احنا الجوانتيات بتاعتنا كذا، المهم طب اعرف، انا عندي شبك ان انا اعرف من اللي عنده. سجلت معاه 17 ساعه على فترات. قال لي طب، قلت له تعالى اوديك لسمير عزيز. يا نهار ابيض، سمير عزيز افضل طيار مصري، افضل طيار في العالم، خارج الاتحاد السوفيتي طار بالميج 21، وقاري عنه في كتب اجنبيه. رحت لسمير عزيز الاسطوره، سمير عزيز تعالى طب اوديك لنصر موسى. اللي هو نصر موسى معركه المنصوره. ابتدى مع الوقت معانا تسجيلات، طب هنحتفظ بيها؟ لا مش هنحتفظ بيها. قررنا ان احنا في 2009 نعمل موقع. الحمد لله الموقع دلوقتي زاروا 39 مليون زائر من 111 دوله، في 2000 موضوع ما بين تسجيل مع الابطال، روايات، وطبعا دي حاجه احنا بنحاول ندرسها، ان في كتير من اللي خرجوا من الحرب تحولوا لادباء وشعراء. الحرب اثرت فيهم جدا. في قصص جاسوسيه، في مقالات، في دراسات. يعني احنا اثبتنا من 2009 ان احنا في عيد القوات البحريه 21 اكتوبر ما غرقناش المدمره ايلات فقط، لا غرقنا المدمره ايلات والمدمره يافو. ومعانا وثيقه هننشرها مفاجاه على صفحتنا على الفيسبوك، وثيقه اسرائيليه بتثبت الكلام بتاعنا ده. بعد كام بنتكلم؟ فوق الحاجه و50 سنه. والحاجات دي اتجمعت من شهادات الابطال اللي انتوا قلتوها؟ شهادات الابطال وجهد مجموعه من الشباب. ابتدى ينضم لنا شباب، في اللي بيخرج عشان ظروف الحياه، في اللي بينضم لينا، كل شويه بنطلب دفعه متطوعين. يجي لنا شباب يشتغل معانا، في ناس تتعب تعتذر، ناس تكمل معانا. فريق في اسكندريه، معانا فريق في السويس ماسك خط القناه، دولت مهمتهم انهم بيدوروا على الابطال. وطبعا بنعمل ندوات، عملنا 238 ندوه من اسكندريه لاسيوط. لا انا هجيب لك متطوعين، عارف ليه؟ لانه لما استاذ احمد بيتكلم انا عارفه انه ده حلم عند ناس كتير من اللي سمعوا بنفسهم من الابطال دول، ان كل واحد بيسمع من بطل بيبقى حاسس بالغيره انه انا عايز
كلام الناس دي توثق بان هم احنا بناخد الابطال في ال 238 ندوه من اسكندريه اسيوط اللي قلت لحضرتك عليهم، بناخد ابطال مش احنا نروح نتكلم، احنا عايزين الابطال يقابلوا طلبه المدارس طلبه الجامعه، ما فيش جامعه او مدرسه او كليه او مكتبه عامه او مكتبه خاصه بيتصلوا بينا يقول لك احنا عايزين نعمل ندوه الا وبنروح. عشان جيل بيسالم جيل، لازم الاولاد الصغيرين يشوفوا الابطال، لازم الاولاد الصغيرين يشوفوا ناس قدمت للبلد وما طلبتش مقابل. اللي احنا احنا عايشين دي في دي الحاله اللي احنا فعلا ده النموذج اصلا اللي احنا يعني بنصدق. انا دايما لما بطلع في التلفزيون بتكلم على سياده العميد السيد وجدي. سياده العميد السيد وجدي اصيب يوم 17 اكتوبر 73 في معركه اللي هو 25 مدره، ولغايه دلوقتي بنتكلم في 47 سنه مقر اقامته مستشفى المعادي، 220 عمليه ومقيم في مستشفى المعادي. تقابليه قمه الطاقه الايجابيه اللي في الدنيا، واتمنى ان هو يكون سامعني. وحطينا نمرته على صفحتنا، يا جماعه ابعتوا له اتصل بيا اللي انت عملته ده، تليفوني هنج من كتر المكالمات من جوه مصر ومن بره مصر. الناس عايزه يعني عايزه تقول له شكرا، عايزه تبوس ايده وعايزه تقول له احنا نعمل لك ايه. عايش في مستشفى المعادي ومحل اقامته في مستشفى المعادي. سجلته مع كام بطل لحد فوق 700 700 على راسهم كترتيب قيادي سياده الفريق سعد الشاذلي الله يرحمه، ثانيهم ربنا يديله الصحه الفريق عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني، وظباط وظباط صف وجنود، اي حد بنلاقيه بنروح له. وطبعا ربنا يديهم الصحه يا رب وطول في عمرهم. انتوا معركتكم مع الوقت كبيره جدا يعني. سباق سباق زمن. ومش كده بس، انا مش عايز اسجل معاه يبقى معايا ماتيريال. طبعا احنا يعني الماتيريال ده تحت امر البلد يعني عشان يبقى الامور واضحه. لا انا كمان عايز اوثق معاه صوت وصوره، وربنا يديله الصحه عشان ولاده يشوفوا ان ابطال كتيره طبعا. ولادهم واحفادهم يبقوا قاعدين بيسمعوا يا بابا انت ما قلتلناش الكلام ده. انت احنا يعني بنعصر الابطال عشان يطلعوا اللي جواهم، وفي ابطال للاسف بترفض. انتوا جايين تفتكرونا بعد 47 سنه؟ انتوا لا انا مش عايز اتكلم. لا يا فندم معلش ده واجب عليك، عشان جيل بيسلم جيل، وعشان 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 بنضغط عليهم ويبتدي يتكلم يتحمس. لكن بنطلع يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مثلا معركه الجزيره الخضراء في 69 احنا مسجلين مع الاربع ضباط اللي شاركوا فيها القاده بتوعها. توفى منهم سياده العميد مجدي بشاره والباقي ربنا يديهم الصحه. وجبنا القصه الاسرائيلي، القصه الاسرائيلي بصراحه اجمل من القصه المصري، لان فيها جمله يعني انا دي هزتني لما قريتها. انه يقول الضابط اللي بيقتحم الجزيره قال لك احنا كنا بنخاف من الشهداء المصريين اكتر من الاحياء. لان العسكري اللي هو بيستشهد بيعمل عمليه يرمي قنبله يدويه عليهم وخسروا خسائر جامده جدا باعترافهم هم. فالقصه الاسرائيليه حلوه، فاحنا نشرناها على موقعنا وقلنا على لسان المهزوم كمان. لا ده مش على لسان، ده بالوثائق بتاعتهم بصور التدريب بتاعتهم معركه الجزيره الخضراء اللي هي مساحتها اقل من مبنى الاذاعه والتلفزيون. عندي سؤال. اتفضلي. احنا كل اللي نعرفه يمكن عن انتصار اكتوبر هو الصوره الذهنيه اللطيفه اللي احنا شفناها في الفيلم او في الجزء لا تزال في جيد. الجزء الوثائقي يعني الصغير قوي اللي موجود والدراما. ايه الحاجه اللي من خلال التسجيل احنا فاهمينها غلط عن حرب اكتوبر، او ايه الحاجه اللي اتفاجئت انها اصلا حصلت واحنا ما نعرفهاش؟ احنا عشنا 5 6 سنين من 73 لغايه وفاه الرئيس السادات، عاش للرجال عدو القناه والحرب قرار. بعد كده لبسنا في الحيط 30 سنه. الحرب ضربه جويه لدرجه ان في ناس في سني كاسرين ال40 فاكرين ان حسني مبارك طلع بطيارته ضرب اسرائيل لوحده من كتر الضربه الجويه. يا جماعه حسني مبارك قائد القوات الجويه وكان بيقود، ما ينفعش يطير. لا انت كذاب، انا مسجل مع طيارين مصريين وعراقيين، كان عندنا سرب عراقي ونتشرف بيه مع الطيارين اللي سجلوا من السرب العراقي وطاروا معانا خلاص، واسر منهم ناس واستشهد منهم ناس. يعني تقصد حضرتك انه في حاجات حقيقيه لكن احنا ما شفناش غير الزاويه الصغيره دي. طب هقول اريح الموضوع اكيد اكبر. اول ساعه عبر 8000، بعد حوالي 4 5 ساعات بقوا 80000. ادي عندك 80000 روايه. سجلنا مع ناس قعدوا 200 يوم خلف خطوط العدو، اللي هو عبد الحميد خليفه واللي هو مجدي شحاته والجندي عبد الرؤوف جمعه من الصعيد. واحنا نشرنا قصته وقلنا ان هو ساعي في مدرسه، ويا ريت نظر المدرسه يكرمه ان هو قاعد 200 يوم خلف خطوط العدو. رجعوا 26 ابريل 74 قابلهم الفريق احمد اسماعيل كان مسافر الكويت، وقابلهم في المطار الناس واقفين بسلاحهم واقفين. لا دول مش لا دول دي مش ناس يعني مش دول طبيعي، دي حاجات خارقه. بالظبط دي بطولات. عشان كده هقول لك حاجه وما تزعليش مني. عشان كده انا اتضايقت جدا ونزلنا بيان لما اتعرض فيلم الممر. احنا مش الهندوراس ولا نيكاراجوا عشان نعمل فيلم من قصه تاليف.
لا احنا عندنا بطولات وموقعنا، قلنا موقعنا موجود في فوق ال 2000 عنوان. لكن فيلم الممر كان توثيق برضو لواقعة حقيقية؟ لا ولا انت تقصد انه الحاجة الوحيدة الحقيقية فيها خناقة السنترال اللي كان بطلها نقيب محيي نوح من مجموعة 39 قتال، غير كده القصة مش حقيقية تماما. هي هي لطيف جدا اننا نستوحي من الحرب حتى قصص درامية. خلص القصص نقدر نعلم. بس احنا واضح مش هنخلص يعني. لا. انا هاخد من كلامك النصيحة دي، يعني هو لطيف ان انا اقول قصص بطولات وان انا اسرد، لكن في حد ذاته المجهود البحثي اللي انتوا عملتوه مرجع هيفضل لناس كتير. بالزبط. انا عايزة اشكرك وعايزة يعني استأذنك ان احنا هنبص عليه ونستعين بيه في حاجات كتير الوقت اللي جاي. وبشكرك استاذ احمد ولكل الشباب المتطوعين اللي معاك واللي بيعملوا المجهود المحترم ده. استاذ احمد زايد منسق ومؤسس مجموعة 73 مؤرخين، نورتنا وكل سنة وانت بألف خير. صباح الخير وكل سنة طيبين. هنروح لفاصل سريع نرجع لحضراتكم مرة تانية.